ممكن في يوم من الأيام يكون مجموعة NFT يعني لها أكيد قيمة كثيرة، ممكن حتى الإنسان يعني يعتبر ثري لأنه عنده هاي الـ NFT، وممكن يعني أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم. معكم مرام من برنامج الفكر المرامي المقدم من شركة عرب ماركت كاب. هذا البرنامج الحواري اللي راح يتناول العديد من القضايا التكنولوجيا الحديثة الرقمية، سواء من جيل الإنترنت القادم، سواء بتكنولوجيا البلوك تشين والويب 3. والمقصود بالويب 3 هو شلون ممكن تتطور الإنترنت من عبر الأجيال. من أول ما بلش ويانا كان بالويب 1 اللي هو منذ الحقبة الزمنية 1991 وحتى 2004، كنا بس نستعرض ونشوف المعلومات والبيانات وما نقدر نتفاعل. ومن ثم صار من 2004 الويب 2 وحتى يومنا هذا هو ممكن انه نتفاعل، ممكن انه نتعرف على بعض بوسائل التواصل الاجتماعي، قدرنا من خلاله نسوي بزنس. فهذا التكنولوجيا تتطور وراح تنتقل نحو الويب 3. المقصود بالويب 3 هي يكون لكل شخص له ملكية شخصية لمحتوى اللي يقدمه عبر الانترنت. وبهذا احنا برنامجنا هو برعاية نير بروتوكول، المشروع الرقمي اللي له عملة رقمية وتسلسل 21 في الماركت كاب، واللي يحث ويشجع الشباب لكل من يحب انه يطور في منحة يمكنه التعرف عليه من خلال اللينك اللي حنحطه اسفل الفيديو. ولكن بهذا كله أني أحب أقولكم إحنا راح نستقبل أبرز الشخصيات النساء العربيات الناجحات الناشطات اللي لهم بصمة في هذا المجتمع. واليوم معنا رائدة في مجال الأعمال، ناشطة في مجتمعها، قادرة على أن تكون إنسانة محفزة لكل من في جيلها ولجميع النساء لكي يكونوا أفضل من أنفسهم بكل حب وشغف. معنا اليوم غزلان قنز، أهلا وسهلا بيك. هلا هلا مريم، اهلين حبيبتي، نورتينا. ثانك يو، شكرا، سعيده بوجودي معك مريم. والله انا اكثر. حابين نتعرف عنك اكثر، تعرفيني عن نفسك وكيف بلشتي مسارك المهني في تطوير ذاتك، وصلتي لهاي المرحله الحلوه. أكيد أكيد. أنا جزائرية عايشة بالخليج بدبي، عشت أكثر حياتي بهالمنطقة بين الإمارات ولبنان، وبلشت شغل من عمر صغير، وبلشت بدايات بسيطة. حياتي المهنية قضيت تقريبا 15 سنة بمجال الاستثمار، وآخر 5 سنين بمجال ريادة الأعمال، ورح خبرك على الأعمال اللي بدأتها. بمجال الاستثمار بدأت مثل ما قلت لك بدايات كتير كتير بسيطة، يعني أول شغل كنت بعدني يعني يمكن كان عمري 18 سنة سكرتيرة بهديك الشركة، ولكن كتير بسرعة هيك تغير شغلي وكبرت بهداك المجال، وتركت ب 2015. كنت بهداك الوقت مديرة بالشركة، وتركت لحتى ابدا منصة الكترونية اسمها The Modest، اللي هي كانت متخصصة بالازياء الراقية ولكن المحتشمة. هاي السوق كتير كبيرة، 44 مليار دولار بالعالم، ولكن ما في اي شخص مركز عليها بمجال اللوكسجري فاشن، مجال الازياء الراقيه. فعملوا ذا مودست هو انه كان يجيب كل الماركات العالميه اللي كلنا بنعرفها مثل فالنتينو، دولشي اند جابانا، بيربري، ولكن بهاي السيده بفكرنا، يعني نجيب بس القطع اللي هي محتشمه. فالحمد لله ذا مودست انحب كثير كشركه اكثر من مجرد شركه، كان كمان مثل براند انحب من الكوميونتي اللي بنيناها، لانه كان اول مره شركه تحكي مع هالست المحتشمه بطريقه تبينها بمظهر عصري، بمظهر ايجابي، لانه في كثير افكار نمطيه على الست المحتشمة سواء كانت محجبة أو لا، لأنه نحن كان سوقنا أو بالأحرى سوقنا
تقريبا 35% أمريكا وسيدات أمريكيات. فغيرنا كتير صور نمطية عن الاحتشام بالعالم اللي عادة الناس بس بتفكر مسلمين أو عرب أو محجبين. فمن هالناحية قدرنا أنه نكون هيك مجتمع صغير كوميونيتي كتير حب The Modest، لا مش بس المنصة حبها، لأنه كان في عنا كتير قيم وكان في رسالة عم نجرب نوصلها. لا ومؤخرا أطلقنا Queen Mode اللي هي مجموعة NFTs تابعة لـ The Modest اللي رح نحكي فيها شوي أكتر. وفي عند هيدا مثل مشروع شغف بس F-Force اللي هي دروس أو ورشات عمل أونلاين اللي بعطيها لسيدات اللي حابين يفوتوا مجال ريادة الأعمال ويتعلموا شو هني أساسيات بناء شركة. يعني ما شاء الله عليك صراحة. هلأ إحنا بمجتمعنا بحس إنه مع التكنولوجيا ومع الضغوطات ومع هيك عصر السرعة، الناس في قيم كتير يعني عم بتقل، ما عم بنلاقي في كتير قيم. بس لما يجي مشروع حلو إنه يعني لحتى يكون المرأة محتشمة بقيمها، بتبين نفسها بأناقة وإلها يعني شايلة رسالة، مو بس إنه خلص بس فاشن وخلص. هذا الشيء كتير حلو وكتير صراحة أنا شخصيا بحترمه وحبيته، يعني بفتخر إنه يكون في عندنا هيك شيء صراحة بالعالم العربي، لأن إحنا بحاجة هذا الشيء. شكراً، thank you مريم. بس حابة إنه تعرفينا أكثر، بما إنه إحنا دردشتنا حتكون نسائية، حابة نعرف نشوف شو ممكن نخلي النساء يبلشوا طريقهم بأنه يفتحوا مشروع خاص بيهم، إنه ممكن عندهم فكرة كثير ممكن تخطر بالهم أفكار بس التطبيق يكون ممكن شوية يعني. يعني سؤالك هيدا هو اللي بعطي عنه كورس 7 أسابيع. لأنه في كتير هي شوف يمكن أكتر شيء أنا بشوفه بالسيدات هو كورس بس للسيدات. أكتر شيء بشوفه بالسيدات إنه العقبة اللي تقريبا بيواجهوها أكتر من إنه ما عندهم يمكن علم بكيف ممكن يلاقوا مستثمرين أو كيف يبنوا الشركة، هي فكرة الخوف، فكرة إنه بيخافوا إنه ياخدوا أول خطوة. في مشكلة بالثقة، بالخوف، بنظرة المجتمع، بالفكرة الفشل اللي هي هالرعب الكبير عند كل شخص، خاصة عنا إحنا سيدات، لأنه في عنا كتير مثالية بطريقة حياتنا وبالإشياء اللي بدنا نسويها، بدنا كل شيء يكون perfect، بدنا كل شيء يكون مثالي. والحقيقة هي إنه مستحيل نعمل أي شيء بحياتنا بدون ما نجرب الفشل. ما فيك توصلي لأي شيء بحياتك بدون ما تفشلي أو هيدا بتكون تجربة اللي بتعلمك أكتر. فأنا بقول إذا واحد ما عم يفشل يعني معناتها ما عم يدفع حاله كفاية، ما عم يقدر يفوت على أشياء بتتحداه تحديات كفاية. ففي كتير اشياء، بس يمكن الاساس هو الواحد يغير نمط تفكيره ويغير كل هالمعتقدات الغلط. فهي بقضي فيها تقريبا في عندي 2 modules، يعني جزئين كورس اللي بحكي فيهم بس على طريقة التفكير وعلى شو المفروض رائد الأعمال يكون بشخصيته لحتى ينجح. صحيح. وقدي ممكن واحد يقدر يغير قناعاته؟ شقد يحتاج من الوقت؟ قدي بده من الوقت حتى يغير يعني قناعاته ويتحدى حاله ويطور ذاته؟ أكيد في يعني كل شخص مختلف. في ناس بيصير معهم حدث بحياتهم وبنهار هذا الحدث بيغيرهم، وفي ناس تانيين ممكن يضلهم طول عمرهم عم بيجربوا ويمكن يضلهم بمكان معين. فكرة الكورس كمان مرام هي إنه أعطيهم فكرة فعلا واقعية وحقيقية عن شو هي ريادة الأعمال، لأنه في ناس كتير بيفكروا إنه واحد رائد أعمال يعني بزنس مان أو بزنس وومن، وهذا الشيء كتير له رونق، بس بالحقيقة هو جزء كتير كتير صغير من الفكرة كلها. في كتير تعب، في كتير لازم الواحد يضل يدفش، يعني فيها كتير شغل، فيها كتير تعب. فالفكرة كمان إنه هل أنتوا عن جد هيدا هو الشيء اللي حيبسطكم بحياتكم، ولا أنتوا عم تلحقوا حلم يمكن مش لقلكم، في أشياء تانية بالحياة ممكن تساعدكم. فأكيد في ناس تتغير، وأكيد شخص فيه دايما يطور من نفسه ودايما يغير قناعاته، خاصة إذا شاف ناس تانيين حققوا أشياء وحس إنه هو بهذا المكان مثلهم ممكن يحقق شيء.
تعرفي كي مرة قرأت يعني جملة إنه الموت الأكبر بالحياة هو الخوف من الفشل. يعني حسيت إنه عن جد واحد يعني لازم يجرب، إذا ما تجربين وما تفشلين النجاح ما يكون غير مبني على فشل حتى تكون. فهاي المقولة قد ما بحبها صراحة يعني كاتبتها دايما بشوف. هلأ أنتي أول ما بلشتي يعني تطلقي هاي الدورة، فكيف شجعتي حالك؟ كيف حسيتي إنه بدي أنا أطور، بدي أغير، بدي يعني هلأ أنتي بالنسبة لعملك وبالنسبة للناس اللي عم بتتابعك وعم تدخل كورساتك يعني قدوة إلهم، عم بتدليهم، عم بتفرجيهم إنه في طريق إنه ممكن تمشوا فيه. طبعا هذا الشيء كان قبل مو موجود، ما كان عندنا إنترنت وما كان عندنا ويب ولا كان في عندنا تليفونات، يعني أهلي أمي ستي ما كان حدا يقدر يجي صبية تيجي تقولهم إنه إحنا فيني أدليك على طريق أنت ممكن تثبت حالك فيه، إنه أنت ممكن تنجز، إنه أنت ممكن تثبت تتحقق ذاتك. هذا الشيء كتير حلو، بس كيف أول شيء أخذتي هاي القرار أول ما جت في بالك هاي الفكرة وبلشتي تطبقيها، وقد إيه احتاج منك وقت لحتى إنه تكون يعني تبلشي فيها وتمشي بهذا الطريق اللاين؟ ايه اكيد. الفكرة صراحة اجت بطريقة كتير طبيعية لما اول كوفيد تأثر انا شغلي كتير واضطريت انه سكره فترة. ذا مود اضطريت انه سكره لفترة، ولما سكرته لانه كان كتير كتير محبوب، يعني شركة ذا مود اخذت من فاست كومباني اللي هي من اكبر المجلات الاسواق الشركات الناشئة ستارت ابس بالعالم بامريكا، مرتين كانت most innovative companies in the world، فكانت كتير محبوبة الشركة. لما تسكرت أول كوفيد كمية السيدات اللي بعتوا لي مسجز على انستغرام لحتى يقولوا لي انه طب احنا شو حيصير باشغالنا ونحن هيدا كان مصدر الهام لنا. فطلعت على انستغرام وحكيت عن التجربة وقلت انه لانه سكر ذا مودست مش معناتها انه اشغال تانية رح تسكر، كل واحد عنده طريقته عنده مشواره، يعني مش ضروري. وقضيت تقريبا سنه ونص كوفيد عم بحكي مع كثير سيدات فايتين بمجال رياده الاعمال او عندهم اعمال صغيره كمنتور، كاعطيهم يعني نصائح اذا قدرت او بس هيك اتواصل معهم. ومن هالرحله هيدي كثير حسيت انه في يعني lack of knowledge بأماكن معينة، في كتير أشياء بمجال العمل ما بيعرفوها، وهالأشياء كانت كتير منهم عم بسمعهم عم بيكرروا نفس الشيء. فقررت إنه أعمل F Force Business Guide اللي هو هالكورس هيدا لحتى بقلبه أقدر جاوب على كل هالأسئلة ووصل كل هالمعلومات. ولأنه يمكن انا اول ما بلشت ذا مودس كان نفسي يكون في عندي يمكن كورس مثل هيدا يقدر يوضح لي كثير اشياء مش واضحه بتكون صح. هلا انت تتخيلي انه كل امراه فيها تدخل فيها تعمل مجالها، وفيها في كثير نساء يشوفوا حالهم انه لا انه في ظروف مانعتهم وما بيقدروا، بيحطوا لهم حدود فكريه، حدود عقبات يعني ما بيقدروا يتخطوها. هلا هاي اللي بتشوفي انه التكنولوجيا والانترنت مثلا انت استخدمتي منصه الانستغرام، تشوفي انه هذا الشيء ممكن سهل للمراه انه تثبت حالها تبلش ببزنس خاص بيها؟ اكيد اكيد. يعني ويب 2 كتير سهل على السيدات وعلى الناس اجمالا انه يقدروا ينشئوا اعمال صغيره عن طريق الانستغرام لحاله او عن طريق الفيسبوك بدون ما يطلعوا من بيتهم. ويب 3 اخذها لمجال بعد اكثر، يعني انا كنت عم بحكي مع سيدات خاصه رسامات بمنطقتنا العربيه، في وحده اسمها ريمي بالسعوديه وفي كمان شروق بالكويت، كنت عم بحكي معهم وكانوا عم يخبروني قصصهم كيف الويب 3 ساعدهم انه خلص ما يضطروا يحكوا مع اي شخص لحتى يقدروا يبيعوا لوحاتهم، لحتى يحطوا لوحاتهم يعرضوهم للبيع. صار في هالتواصل الدايركت مع الناس بدون ما انه تضطر تلاقي جاليري مثلا، بدون ما تضطر تلاقي شخص هو يتوسط لك. فتخيلي قديش فرص ممكن هيدا يفتح للسيدات وللناس اجمالا. صحيح اكيد. هلا بحس انه هذا الشيء رح يخلي يعني النساء انه تقدر تعمل شيء بهذا المجال، تقدر تستغله في فرصه جديده.
طيب وبالنسبة للدورة الأونلاين اللي أطلقتيها، يعني احتاجيتي إنه مثلاً يعني كثير من الأشياء حتى تقدرين تطلعيها، حتى تقدرين تسويها لو خلص فكرتي وبلشتي وحطيتي المخططات وحطيتي ستيبس وخلص وبلشتي وخليها بدي أجرب، بدي أشوفها، بدي أتعرف عليها، سواء إيش ما يكون النتيجة بدي يعني أعمل شيء. أكيد أكيد خططت وأكيد يعني حطيت كتير وقت لحتى أعمل المقرر كله السبع موديولز اللي سويتهم، بس دايما دايما إن شاء الله قديش قضيتي بحياتك وأنت عم تشتغلي وقديش وصلتي لأشياء، دايما لما تعملي الشيء لأول مرة بيكون في عندك شوية خوف، لأنه بدك تنتجي شيء الناس تستفيد منه، خاصة لما بيكون كورس، عرفتي الناس عم تدفع تحضروا، فأكيد كان عندي هيك خوف إنه كيف أنا ممكن أعمل شيء فعلاً له قيمة، يعني يطلعوا منه مستوعبينه ويكون بسيط كمان، لأنه قديش بهذا المجال كتير ممكن تتعلمي أشياء، بس كتير أشياء ممكن الكونسبت تكون complicated، تكون معقدة، أو الطريقة اللي بيوصلوا لك المعلومة ما بتكون سهلة، وأنا فكرتي هي أنه وصل كل هالمعلومات عن البزنس وعن كيف الواحد ممكن يبني ويكبر شركة بطريقة كتير بسيطة. أخذت يعني كم شهر، 7-8 أشهر، لأنه كمان عندي شغل الثاني على جنب، وبلشنا تقريبا من كم اسبوع، يعني هلا صرنا مخلصين اكثر من نص الكورس، في تقريبا 25 سيده بالكورس، بنعملها اونلاين على زوم مره بالاسبوع، وايه يعني يعني اوريدي هلا عم يوصلنا ردة فعلهم وكيف حاسين، يعني حاسين انه اوريدي مستفيدين كثير قبل ما نخلص الكورس، فالحمد لله الحمد لله. ان شاء الله يا ربي كل التوفيق. شكرا. واحنا حابين هلا انت حكيتي لنا عن مشروعك هذا الاونلاين، او حكيتي لنا عن مشروعك بالنسبه للفاشن، وهلا بدي اتعرف اكثر على الان اف تي نون فانجبل توكن، اذا فيك تعرفينا عن هذا المجال اكثر، شو هو للمشاهدين تعرفوا اكثر، شو ممكن انه واحد يعمل مشروع خاص بي ويعرف على الناس. اكيد كوين هو المشروع الـ NFTs اللي أطلقناه أو أعلناه بالأحرى من كم أسبوع، وإن شاء الله رح يبدأ بيع هالرموز أو الـ NFTs بعد تقريبا 2.5 شهر، يعني تقريبا. بدأت الفكرة، بدأت مثل ما خبرتك نحن اضطرينا نسكر The Modest فترة قليلة، وبهالفترة شفنا الكوميونيتي، شفنا هالمجموعة السيدات اللي تقريبا 200,000 على الانستغرام بس، والأشخاص اللي كتير كانوا حابين البراند، قديش فعلا تفاعلوا مع فكرة انه تسكر البراند وضلوا معنا وضلوا فعلا مسانديننا طوال الوقت اللي كان فيه مسكر the business. فلما فكرة الـ NFTs أو تكنولوجيا الـ NFTs بلشت اسمع عنها، كان كتير كتير واضح لإلي انه هيدي طريقة وتكنولوجيا نقدر نحن نأخذ هالتفاعل مع الكوميونيتي لمكان تاني نهائيا، يعني مثل ما انت كنت عم تقولي ويب 2، مثال من أمثلة ويب 2 هو الانستغرام، واحد بيكون انفلونسر مثلا وبيكون عنده فولوورز كتير، هالفولوورز بيدعموك بيكبروك بيصنعوا لك البراند تبعك يعني، وانت بتستفيدي ماديا من هيدا الشيء، اكيد انت بتكوني صادقة بتحبيهم بتحطي لهم كونتنت، ولكن هن ما بيرجع لهم اي شيء مادي، ما بيرجع لهم اي شيء تانجبل يعني يحسوا فيه. بالويب 3 غير، بالـ NFT collections مثل الكوين موديل اللي عملناها هي عبارة عن 10,000 NFTs، 10,000 رموز، اسمها كوين مود، هلأ أفسر ليش، بس لما بتشتري وحدة من هدول الكوين مود بيعطوك مجال انه تفوتي بكوميونيتي بس للأشخاص اللي عندهم كوين مود NFTs، وبمجرد ما يكون عندك هال NFT عندك امتيازات معينة، يعني بتحصلي على اشياء ببلاش، بتحصلي على هدايا، بتحصلي على امتيازات على The Modest مثل خصومات، مثل يعني perks مثل ما بيقولوا، بس الأهم من هيدا كله هو انه طالما كوين مود عم تعمل منيح كشركة وكبراند
طالما عم نعمل تعاونات تجارية مع براندز تانيين، كل ما بيكون في عنا مدخول، جزء من هالمدخول دايما بيرجع للكوميونتي تبعيتنا. فطالما مود عم تكبر وعم تنجح ماديا وكبراند، طالما الاشخاص اللي عندنا اللي حاملين كوين مود ان اف تي عم يستفيدوا، فاخذنا هالعلاقه من الانستغرام تعيد الحب والتبادل هيدا، واخذنا مطرح تاني انه لا، انتم طالما عم تدعموني كبراند وانا عم بشتغل يعني على هيدا البراند، اثنيناتنا بنستفيد، مش بس انا اللي بستفيد. طيب هلا انت خبرتيني انه يكون عندي ان اف تيز، شو قصدك بالان اف تيز؟ يعني صوره او فيديو او تسجيل صوتي، او يعني كيف اللي عم تعرضه؟ اكيد. هلا هي الان اف تي هي عباره عن، ما بعرف اذا رمز هو الكلمه الصح، بس استبدال، رموز غير قابله للاستبدال بالعربي، هيك يعني ترجمتها صح. يعني الواحد فيه يتخيلها انه هي عباره عن صوره او فيديو او اوديو، واحدة من الثلاثه. نحن بكوين مود هن عباره عن 10,000 صوره. الصور هن عباره عن ملكات، بس كل ملكه غير، يعني كل ملكه في عندها، يعني ممكن اي ست تتخيل حالها بهدول الكوينز، وفي عندهم مواصفات معينه. والفكره كلها هي انه كل سيده شو كان اختيارها بحياتها، سواء حبت تكون ربه بيت او حبت تكون رائده اعمال، هي ملكه بكيانها باختياراتها. هيدي هي الفكره كلها. ولكن هالصوره هاي بيكون فيها معلومات، بيكون فيها داتا، بيكون فيها مثلا مثل مين صاحب هيدي الصوره، بيكون فيها معلومات عن يعني مبلغ اللي دفعتيه لتشتريها، يعني فيها معلومات. فهي اول مره بتاريخ التكنولوجيا شخص ممكن يملك شيء رقمي، يعني أسد أصول رقمية. ما بعرف إذا فهمت، بس يعني يعني هي صورة، بس صورة فيها معلومات وفيها ديتا، وهي الصورة أو هيدا الفايل، خلينا نقول هيدا الفايل، تقدر الوحدة أو الشخص عن طريقه أنه يحصلوا على كتير امتيازات. بتعرفي أنا بس عم تحكي هيك ما بعرف ليه بتخيل حالي إنه مثلاً بعد شيء يعني سنين كثيرة، إنه أتخيل إنه هذا الـ NFT ممكن يكون زي ما إنه تحفة بالبيت، يعني شايفة لما تكون ستي شكي عندها تحفة كبيرة وهاي لازم يعني نحافظ عليها وهيك. بحس إنه على قد ما إنه إحنا في بعد في بلورة الفكرة، وفي بعدنا ما طلع للعالم، بعد ما تعرفوا عليه، ممكن في يوم من الأيام يكون مجموعة NFT يعني إلها قيمة كثيرة، ممكن حتى الإنسان يعني يعتبر ثري لأنه عنده هاي الـ NFT، وممكن يعني يعرضها للناس، وهي حتكون مثل مبدأ بصمة الإنسان، يعني هي حتكون وحدة، ما رح يكون في أكثر من أحد، وما حدا رح يقدر يعمل لها كوبي بيست. هذا الشيء كثير حلو، يعني إحنا هلأ أي حدا مثلا فيه ياخد صورتك يعمل لها كوبي بيست، هذا بالويب 2، بس الويب 3 هو ما في هيك شيء، ورا راح يكون في هيك شيء. بس الحلو بموضوعك والـ NFT انه المرأة تكون ملكة ذاتها، يعني هذا الشيء كثير حبيته، بيعطي يعني كثير هيك معنويات ودعم، انه حلو المرأة تكون هي تحس انه هي عن جد يعني ملكة ذاتها، وهي بكل شيء عم تعمله انه هي يعني حلوة بمملكتها. صح. أوكي. صح. حابين نتعرف عنك أكثر، إنه شلون ممكن هذا الـ NFT، مشروع الـ NFT يكون ناجح أو مربح، أو كيف ممكن حدا من خلال الـ NFT يستغلها ويبدي يطلق مشروعه، شنو يحتاجوا؟ أكيد رح أعطي بعد، رح جرب إنه أوضح فكرة الـ NFT شوي أكثر للأشخاص يمكن اللي ما بيفهموها أو عارفينها. أول شيء لنقول لكل الأشخاص أنه إذا واحد مش فاهم NFT هيدا الشيء كتير طبيعي، في أقل من 500,000 شخص بالعالم عندهم NFTs، و10% بس سيدات، فبعدنا بأول الطريق يعني، وهي هي الفرصة أنه بعدنا بالأول.
في مثل ما قلتي بالNFT ممكن الواحد يشتري NFT لأنه اللي صممها فنان كتير بحبه وكتير بحس إنه ممكن يكون إلى قيمة هالNFT فيشتريها مثل كأنه عم يشتري لوحة، تمام؟ بس مثل ما قلت لك في كمان collections أو مجموعات NFTs مثل اللي نحن عم نعملها، اللي اعتبري كيف هلأ في عندك هالبطاقات تعون loyalty cards، عرفتي؟ يكون عندك loyalty كاردز، وهاللويالتي كارد بتخليك تستعملي الفيرست كلاس لاونج بالمطار وبتاخذي ديسكاونت بهيدا محل المجوهرات، وبتقدري ما بعرف تفوتي على السينما بلاش. تخيلي نفس الشيء الانفتيز، الانفتيز اوكي راح يبلشوا يعطوكي امتيازات بهيدا الطريقه، يعني انفتي ذا مودست راح تعطيكي امتيازات، او كوين مود على ذا مودست راح تعطيكي امتيازات باكسبيرينسز معينه، تقدري تحضري ايفنتس معينين. غير هيدا الجزء المادي من الموضوع مثل ما كنت عم قلك قبل. هلا بالنسبه لكيف الواحد ممكن يعمل هيدا، يفوت بهيدا المجال او يعمل مشروع بهيدا المجال ينجح، انا بحس انه لازم يكون في كم عامل اساسي. اول شيء لازم يكون في مصداقيه، هذا شيء كثير كثير مهم، لانه هيدا مجال كثير جديد وفي كثير ناس عم بفوتوا فيه بس لحتى يعملوا مصاري بسرعه، وبيوعدوا الاشخاص اللي رح يشتروا الانفتيز كثير وعود، بيوعدوهم بكثير اشياء بس اول ما ينباعوا الانفتيز ما بيحققوا اي شيء. هيك سموها راج بول بمجال الويب 3، يعني مثل سحب البساط من تحت الازرين. بيبيعوا الـ NFTs ب 10,000 200 دولار او وات ايفر، بيعملوا مصاري وبعدين بيختفوا. فلازم المصداقيه، لازم تعرفوا مين الاشخاص اللي وراء هالمشروع، اشخاص معروفين شو عملوا بحياتهم، شو خلفياتهم والى اخره. ثاني شيء لازم يكون في رساله معينه، يعني كيف انت حتعرفي انه انت بدك تكوني جزء من هالمجتمع، من هالكوميونتي تاعت كوين مود؟ رح تعرفي انه مثلا كوين مود مركزه على empowerment of choice، يعني نحن كل فكرتنا انه الشخص لازم يعني اهم شيء بالحياه الواحد يقدر يعمل اختياراته او يتخذ اختياراته شو ما كانت هالاختيارات. هيدا اكثر شيء بحسسنا بالقوه وبمكننا بحياتنا. وفي عنا values تانيين، وفي عنا الأشياء اللي طبعاً عم نوعد فيها الأشخاص اللي بيشتروا الانفتيز. يعني بعتقد هدول أهم شغلتين، بس في شغلة ثالثة بدي خبرك إياها بس إنه كتير مهمة بالويب 3. الويب 3 مليان بالتكنولوجيا، يعني الانفتي هي تكنولوجيا معينة بس واحدة من التكنولوجيات، بس في كتير أشياء تانية، عرفتي؟ مهم إنه الشخص أو الشركة اللي بدها تفوت بهالمجال تفهم ويب 3، تفهم تكنولوجيا الويب 3، وتختار الشيء اللي بيناسب عملها وبيناسب شغلها وبيناسب البزنس. ممكن NFTs مش الشيء اللي بيناسب البزنس تبعكم، أو يعني ممكن في تكنولوجيا تانية ممكن تطور من 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 عملكم، من البزنس تاعكم، أو تساعد الكاستمرز تبعونكم. فكتير مهم انه ما نلحق NFTs بس لانه كل العالم عم تحكي عنه، لازم تكون بتوالم الشيء اللي الواحد بده يوصل له. انت حضرتك ذكرتي الويب 3 انه راح يتضمن اكيد ممكن البلوك تشين، ممكن اذا على مثلا على سبيل البلوك تشين، في كثير مثلا من البيوت والمنازل بالامارات سجلت على البلوك تشين، يعني هو سجل عام ومفتوح وكل الناس ممكن يحطون المعلومات الخاصة بهذا البيت، ممكن يعرضوه، ممكن أشخاص يجون يشتروا من خلاله. من أيضا من المجالات الويب 3 عندنا مثلا الكريبتو. الكريبتو حاليا مثلا قبل فترة بالبرتغال حدا باع بيته بثلاثة بيتكوين. وفي عندنا كمان المجال الميتافيرس، والميتافيرس هو بحس الميتافيرس كأنه كتير قريب على الـ NFT، يعني هو مكمل بعضه. الميتافيرس اللي هو العالم الافتراضي، وفي العالم الافتراضي اللي في كتير ناس هلا عم يدخلوا فيه، وعم نشوف في كتير شركات مثلا دامات دخلت بملايين الدولارات على اساس انه تعمل بس يعني اراضي بالعالم الافتراضي، والناس راح يصيروا بعد فتره يدخلوا من خلالها ويتعايشوا، ممكن يسافروا، ممكن يجي عندك ياخذوا NFT يشتروا من عندك الصور، هذا ممكن، او ممكن حتى الملابس اللي عم بتبيعيها تكون كNFT ويلبسوها تصوروا فيها. فعالم يعني جديد تمام، عالم آخر اللي في كتير ناس مسامعين عليه. ويعني مثل ما حكيتي حضرتك انه
في كتير ناس نسبتهم كتير قليلة إنه ما يعرفون بهذا المجال، مو شايفين كيف ممكن حدا يطور فيه. فبهالحالة هلا إحنا شفنا إنه حضرتك يعني داخلة بأكثر من لاين، هل يفضل الإنسان أول ما يبلش بأكثر من لاين، لو يبلش بلاين واحد يعني الشغل بصورة عامة وخاصة عبر الإنترنت؟ أكيد لا، التركيز كتير مهم بريادة الأعمال، التركيز على القليل بالأول. لما الواحد يمكن يحس حاله ما بعرف متمكن من المجال اللي هو فيه، أو كبر شركته لدرجة إنه بيقدر مثلاً هلأ يركز على شيء تاني، أكيد ما في مشكل. بس الفوكس كتير كتير مهم بريادة الأعمال. أنا صح إنه مثل بتحس إنه في كتير أشياء، بس the modest و queen mode مع بعض بيشتغلوا، يعني هن مثل جزئين من مشروع واحد إذا بدك. أما efforts هاي شيء نحنا كل شيء بنعمله، يعني مودست كوين مود كله لدعم المرأة. يعني في عنا فاشن، أنا وطبعا شريكتي بالعمل هاجر، في عنا هالشغف هيدا. نحن قطعنا بتجارب، بنشوف كتير سيدات حوالينا، فحابين كتير إنه نعمل تأثير بهيدا المجال. فأفورس كمان صارت بطريقة أورجانيك مثل ما بيقولوا، بس أكيد مهم إنه الواحد يركز على مجال معين، وبس يفوت على مجال تاني يكون في تناغم شوي بين بالإشياء اللي عم يسويها. طبعا احنا نوجه تحية لهاجر وان شاء الله نشوفها قريبا، وحابة كمان اعرف انه مثلا انت عم بتقولي انه بالبداية واحد يركز بمجال واحد، صح؟ انه ما يكون مفرع اكثر من مكان، يعني ما يكون مثلا مشتغل بمستثمر بهذا المكان او مستثمر بهذا المكان ومتشتت، يعني مو مكمل بعضهم. هل بتحسي انه الاستثمار خاصه انه يعني او بزنس او شيء، هذا الاستثمار هو حكى على الرجال؟ احنا نشوف كثير الرجال يعني بيدخلوا بالكريبتو، بيدخلوا بكل شيء، يعني بكل المشاريع مو بس ككريبتو، بيدخلوا وبيكونوا رواد اعمال، بس المراه يعني شوي يعني متحفظه. فهل بتحسي أنه المرأة رح تلغي هذا الشيء بالمستقبل، أنه بس الاستثمار هو حكر على الرجال؟ بتمنى يعني أنا من الأسباب اللي أنا وهاجر بدأنا كوين مود هو غيرتنا على نحن كلنا، على المرأة العربية خاصة والأجنبية عموما، يعني كل السيدات، إنه في كتير مجالات نحن ما عم نفوت فيها، مجال المال والأعمال، مجال الاستثمار، مجال التكنولوجيا، لأسباب كتيرة. أول شيء كل الأحاديث اللي عم بتصير حوالين هالمجالات عم بتصير بين الرجال. إمتى آخر مرة قعدت بمجموعة نساء وحكينا عن الاستثمار، او شو اشتريتي اسهم، او عرفتي؟ يعني مثل كانه لانه هداك العالم انبنى من الرجال، الرجال هن بنوه، مثل كانه في عنا صار هالكونديشنينج، هالطريقه التفكير انه هذا العالم مش لنا. حتى السيدات اللي كثير متعلمين، اللي كثير اللي بيشتغلوا هيك، عاده بيعطوا هيدي الشغله لازواجهم، يعني انا رح استثمر لك ما تعطى لي هم. فنحن بدنا مثل نفتح الباب شوي، بنعرف المرأة على شو هالمجال اللي يعني شوي كأنه بيخوف أو مش مفهوم، وأنت بتختاري إذا بدك تفوتي فيه ولا لا، عرفتي؟ لأنه لازم شوي نغير، هيدا بيعني استقلال مادي، هيدا بيعني اعتماد على النفس، هلا هيدا بيعني كتير أشياء. فبتمنى انه بالويب 3، لانه هلا في عنا فرصه انه نفوت على هيدا المجال بوقت كتير بكير كسيدات، وفي عنا مجال انه نبني الويب 3 مع رجال. لانه مثل ما شفنا، اذا بتخلي بس رجال يبنوا يعني مجال معين، سواء كان تكنولوجيا او الانترنت او مجال الاستثمار، طبيعي انه ما يفكروا بالسيدات. اذا انت حتبني شيء، حتبنيه على حسب الاشياء اللي انت بتحتاجيها، صح؟ فلازم نفوت على هيدا المجال بكير لحتى نقدر ننجح فيه. هيدا واحد من رسالاتنا بكوين مود. حلوة صراحة رسالاتكم، يعني من ضمن الرسالات اللي تقوليها انه للمرأة تكون لها حقوقها ولها يعني مجتمعها الخاص، وبنفس الوقت انه تمتلك أسيت، يعني انه أصول رقمية تقدر، يعني هي تعتبر استثمار.
صح. هل هذا الاستثمار ممكن، يعني أنا أقدر مثلا أشتري أستثمر بالـ NFT وبعد فترة أقدر أبيعه ممكن أربح من خلاله؟ أكيد أكيد. مثلا رح أعطيكي مثال بكوين مود، إذا اشتريتي خلينا نقول 2 3 NFT قد ما بدك، يعني أسعارهم بتكون يعني few hundred dollars مثل ما بيقولوا، مش إنه شيء كتير كتير كبير. فإذا اشتريتيهم، طالما نحن عم نكبر هذا البراند، طالما سعر الـ NFT تاعون كوين مود عم تعلى، يعني بيكونوا هن موجودين مثل بالبورصة. فإذا بتوصل لمرحلة معينة، إمتى ما بدك أنت كمالكة للـ NFT بتقدري تبيعي وحدة منهم وتقدري تعملي مصاري. فهي هي الفكرة. أكيد الفكرة إنه بتقدري تشتري، بس نحن فكرتنا بكوين مود إنه بنعطيكي ردود لدرجة ما بدك تبيعي الـ NFT تاعونك، مش بحاجة تبيعي الـ NFT، لأنه إنه بدنا إياكي تضلي معنا بهذا المشوار. يعني عنا فيجن كتير طويلة المدى. الـ NFT هي أولا، بس كمان ديجيتال فاشن مثل ما كنت عم تقولي قبل، شيء تاني كتير عم نفكر فيه وعم نشتغل عليه، ميتافيرس كمان. بس بدنا نمشي مع السيدة ومع الكوميونيتي تاعتنا بالمكان اللي هن موجودين فيه شوي بعدنا شوي. بالأول هلا عم تقولي انت عن الميتافيرس، كمان في عندنا جوتشي عملت عرض على الميتافيرس، يعني صارت اي حدا ممكن يروح بده يشتري قطعه ملابس من جوتشي وبيشتريها كNFT. يعني هذا الشيء بس اول بتروحي تحكي لحدا لساته مش عارف، يعني شيء يعني واو انه كيف وشو عم بيصير وين انتم باي عالم. لانه في كثير صح انت عم يعني صح احنا ممكن تعرفنا على هذا المجال، بس في كثير ناس لسه ما تعرفوا عليه وبس يسمعوا هيك شيء ممكن بالبدايه ما يفتهموه 100%. فان شاء الله كل التوفيق. حلو كلش. حاليا هسه احنا عندنا طبعا فقره بالبرنامج، وهذا الفقره ماذا لو، بما انه احنا حكينا عن الميتافيرس فحابة أسألك، إذا أنت في طبعاً من مشروعك أنه إحنا كل امرأة هي ملكة، فلو كنت في الميتافيرس ملكة ولك مملكتك الخاص، فكيف ممكن تشرعين القوانين اللي لمملكتك سواء للمجتمع أو للمرأة بشكل خاص تقدمي لهي؟ أكيد سؤال بده خيال كتير وبده وقت بس بأبسط طريقة أو أبسط شيء ممكن نقوله إنه يكون في مساواة تامة، يعني كل واحد بمجهوده شو ما كان مجهوده بينال على حسب المجهود اللي بيحطه. هاي أول شيء. بعتقد تاني شيء إنه سهل كتير للمرأة إنه تفوت على هذا المجال، نعطيها معلومات، نعطيها education، نعطيها مثل اللي انتوا عم تعملوه هلأ كمان، يعني انه تنشروا هالفكرة. يعني انت كنت عم تقولي من شوي انه صعب الواحد يتخيل كيف الميتافيرس. انا دايما بقول للناس لازم كتير تفتحوا مخكم لما تفكروا بالميتافيرس، لانه لو بس انت تخيلي هيدا الشيء مرام، لو انت قلتي لشخص من تقريبا ما بعرف 60-70 سنة انه بهيدا التليفون رح تشوف ابنك اللي عايش بأمريكا، كيف مستحيل، ما بتفوت بالرأس. أو تقولي لحدا من 300 سنة أو 400 سنة أنه أنت بسبع ساعات حتصير بلندن، كيف؟ التكنولوجيا كل ما تطورت كل ما حيكون لازمنا شوي كتير نفتح مخنا لحتى نشوف وين رح تروح، وبدنا وقت بس رح نستوعب. فهدول هن القصص اللي بعملهم بالميتافيرس. يمكن كمان بعمل شيء لحماية الأشخاص الصغار بالعمر، لأنه يمكن هيدا من أكبر الـ يمكن التحديات اللي رح نشوفها بالميتافيرس، لأنه الأشخاص الصغار بالعمر عم نحكي عن عمر الـ 14 والـ 15 والـ 16 هن أكتر ناس بهذا المجال لأنهم دايما على الجيمينج. هيدا المجال يعني يمكن بيكون أصعب بعد من السوشيال ميديا مثل إنستغرام، من ناحية إنه كيف ممكن تحمي هالأشخاص الصغار لحتى ما تكون في عندهم تجارب مش مزبوطة يعني بهذا المجال. بتعرفي أنا مرات بحس إنه هذا الشيء ممكن يخلق كثير أجيال تعاني من التوحد، يعني كيف يعني هم حيظلوا بس مع مثلا الـ VR أو
او راح يظلوا بس بعالم الميتافيرس ويتخيلوا اشياءهم بس هم بعالم الميتافيرس، بس احنا عندنا عالم واقعي. يعني هو في ايجابيات كتير حلوة، في سلبيات كمان. احنا ما بنقدر نحكي انه خلص هو هذا الجيل او هذا الاتجاه اللي رايح عليه ولازم نمشي فيها، لازم ناخذ ايجابياته وسلبياته، يعني لازم ندرسها بكل الحالات. صح. طيب هو طبعا هذا ماذا فقرة ماذا لو، هو انه واحد يطلع من مخيلته مثل ما حكيتي، وبحس انه انسان لازم دائما يطلع يسوي زوم اوت هيك وكأنه يشوف نفسه من بعيد انه هو شو عم يعمل، وين وش ممكن يصير هذا الشيء او لا. هلا لو عرض عليكي انه ممكن حدا يقول لك بدي اشتري صوت على شكل NFT، يعني صوتك طبعا حكينا ان NFT هو بصمة شيء، فصوتك ما في، هو بصمتك ما في حدا غيره يمتلك غيرك يمتلك صوتك، فهل ممكن انه حدا يبيع صوته وجهة معينة بس تستخدم صوتك للتحدث فيه عبر الإنترنت؟ هل يعني حتوافقين على هذا الشيء؟ شوفي، انا هكون معك مثاليه كتير واقول لك أوكي. صوتي هو حبيبتي، بس اذا ايلون ماسك حط له كم مليار دولار غير صوتي. بكل واقعيه اكيد صوتك هو هويتك، ما حد هي، فلا اكيد لا. بس هل من الممكن انه يصير هيك شيء؟ لا، بحس انه في مقدمين برامج او في مقدمين ممكن حدا صوته مميز دائما يستخدموه في تقديم البرامج، دائما يستخدموه، خاصة بدبي في حدا صراحة يعني راح من فكري، بس هذا الشخص دائما صوته مستخدم بالمطارات بالهذي، يعتبر ايه كNFT يعني صراحة. اي بي اي بي فهل هذا الشيء يعني ممكن، يعني لو نتخيل يعني هذا الشيء طبعا مو واقعي، ممكن في يوم من الأيام حدا ممكن يبيع صوته، وهل هذا الشيء راح يأثر يعني على نقدر نقول هويته الإنسانية، أو هذا الشيء حيتعدى عليه أو لا طب عادي؟ هقول لك، حاعطيكي فكره. في اشخاص ما انت قلتي شغلهم هو صوتهم، الاشخاص اللي بيعملوا المسلسلات الدبنج شو بيسموها، المهم بالبداية الصوت دبلجة. فتخيلي انه مثلا في شخص شغله بحياته اوكي انه يعمل هيك شيء بالمطارات بالاعلانات بوين ما كان، تمام؟ قبل لما كان هيدا هالشخص بيشتغل بيعطيهم هالصوت هالاعلان وبيحطوه مليون الف مره، وقد ما جاب لهم هيدا الصوت خلص هو اندفع له مره واحده، اوكي؟ اذا حد بده يشتري هيدا الصوت بالويب 3 ما بيندفع له مره واحده، في شيء اسمه رويالتيز، اوكي؟ رويالتيز هن جزء معين، خلينا نقول 5%، اوكي، بياخذها مالك الاي بي، كيف الانتلكتشوال بروبرتي، الملكيه الفكريه، يعني مالك الصوت او مالك الاغنيه او مالك اللوحه اللي رسمها او هيدا. هال 5% بتضلها ترجع لصاحب الشيء كل ما هالان اف تي انباعت، يعني صوتك ما عم تبيعيه مره واحده، كل ما حدا عم يستفيد منه كل ما انت عم يرجع. فهيدا واحد من الاشياء اللي بالويب 3 كثير مميز، انه عم تعطي هالاشخاص اللي هن المبتكرين او اشخاص اللي عم يخلقوا اشياء مثل فن، مثل لوحات، مثل ميوزك، عم تعطيهم مجال يستفيدوا من شغلهم بطريقه مستديمه، مش بس اليوم. فكثير عم بتوزع الربح بطريقه غير عن قبل، مش بس انه انت صوتك حلو خلص انا اشتريته منك مره خلص الموضوع انا بقدر استفيد فيه، لا، طالما انا عم بستفيد فيه طالما انت عم يوصلك شيء. فبالعكس، في انا بحس انه في كثير مجالات الويب 3 فيها عم يكون اعدل من يمكن الويب 2. انا بشجعك. انا بوافقك، هو هذا بحس انه عن جد في كثير يعني فرص عمل عم تتوافر لنا، بس شو اللي يحتاجه صراحه الناس او الشباب بالاخص يحتاجون البيان، الوضوح، ويعرفوا شو هو، كيف عم يشتغل، ينتبهوا من الاشياء اللي ممكن تصير وياهم، السرقات والهذي. صحيح. تمام. في عندي سؤال كمان، يلا. هلا ماذا لو كنتي مثلا رجع بيك الزمن ل 1990 او ابعد يعني، وما كان فيه لا انترنت ولا كان فيه سوشيال ميديا ولا NFT ولا حتى ميتافيرس ولا شيء، بس انت كان في عندك هاي النظرة، هل راح تسعين انه تمشين بهذا الطريق
أو إنك راح تقرري لا هاي بدي حابة حياة البساطة وبلا وجع راس بلا تليفونات بلا أشياء ثانية. لا، أنا إنسانة كثير بحب التكنولوجيا، وأنا إنسانة بآمن بالإنسان وبأنه الله عطانا مخ، والله عطانا إرادة، والله عطانا منطق. عرفتي؟ التكنولوجيا لحالها مش منيحة أو مش أو غلط، ما فيها صح أو غلط. التكنولوجيا إحنا كيف نستعملها. أكيد الخوف هو على يمكن الأطفال، على الصغار، يعني هذا هو المجال اللي لازم نحن نفكر كيف ممكن نحميهم. بس التكنولوجيا غيرت حياتنا نهائيا وطورتها، عم نتعالج أحسن، عم نعيش أحسن، حياتنا أسهل، مش أبسط، أسهل بطرق كتيرة، بطرق كتير كتير. عم نعمل، عم نقدر نعمل أعمال ونتعلم بطريقة كتير أسرع، بطريقة efficient أكتر. فأكيد أكيد في إلى أثار سلبية، أكيد إذا استعملناها بطريقة صح. يعني هلأ إذا قاعدة على الإنستغرام 8 ساعات بالنهار، مش مشكلة الإنستغرام أو مشكلة التكنولوجيا، أنت قاعدة عليها استعملي شيء حياتك، روحي على الجيم، ادرسي، اطلعي اشتغلي. Don't blame التكنولوجيا. يعني كمان ما فينا نكون نحن نلعب دور الضحية دايما. أولاد صغار لازم طبعا نعلمهم، بس لا، أنا أكيد أكيد بمشي بمجال التكنولوجيا. أكيد حلو حلو تكونين رائدة في مجال التكنولوجيا مثل ما هلا. طبعا غزلان احنا كثير انبسطنا معك وكثير استمتعنا واستفادينا منك، وباسمي وباسم أسرة عرب ماركت كاب نتمنى لك كل التوفيق، وكثير فرحانين انه تعرفنا على شخصية مثل حضرتك انه ملهمة للشباب وللنساء انه يبنوا حالهم، يعملوا بزنس الخاص بيهم، ممكن يطوروا من حالهم، ممكن تكون امرأة قوية ناجحة مستقلة ماليا مثل ما قلتي. فممنونين منك. ثانك يو مرام، كثير حبيت انه حكيت معك وكثير حبيت تعرفت عليكي. انت كوين مود، خلص انت واحدة عندك كوين. حبيبي فلا، شكرا جزيلا، شكرا على هالبرنامج اللي ان شاء الله راح يفيد كثير ناس ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. اللي حابة أوصله لكم، ابدأ بنفسك واستثمر بنفسك مهما كانت الظروف اللي دايما دايرك، وخاصة للمرأة كوني أنت، كوني ناجحة، كوني قوية، واستغلي كل الفرص المتاحة حاليا لتطوير ذاتك. وإن شاء الله استمتعتوا معنا في هذا البرنامج، وانتظرونا في برنامج حواري آخر إن شاء الله. مع السلامة.